يقال انه الرجال امهر من النساء في الطبخ. يعني واش رايك انت يا وهل هذا الحد الى اي مدى يعني صحيحه هذه المقوله؟ الرجال امهر طباخين، نقدروا نقولوا الرجال امهر طباخين، نقدروا نقولوا النساء امهر طباخات. وعلى شوفي المراه عندها واحد الحس فني كي تكون يعني طيب، بالك نقولوا في لي غروند ريستورون المراه ما تقدرش تكون ما عندهاش قوه الراجل باش تقدر يعني توجد من الصباح. تعرفي لو شاف يجي من الصباح واقف على ليكيب تاعو ويخدم باش يوكل لك 600 واحد، قادر يجي 600 واحد كيما نقولوا حنايا في لي غروند فيل يقدر يوكل 600 واحد في النهار. بصح مرة ما تقدرش تكون شاف، يعني تقدر تكون شاف بصح وحدها توكل 600 واحد شويه صعيبه باش تكوني بنفس المستوى تاع الاكل اللي رايحه تقدميه. هذا الشيء صعيب على المراه، على هذيك يقولوا امهر طباخين رجال. بصح نقول لكم انا امهر طباخات، يعني في الذوق وفي التقديم وفي بزاف حاجات هي المراه، يعني راح دير لك تشمل لك كل شيء. وكاين يعني رجال اللي يقدروا يشملوا يكون يعني شامل في كل شيء بصح وي. في مطعم سينون في الدار نو في الدار لا في الدار المراه كنت تشوفي يعني الاكل البيتي احسن من اكل الشوارع. ما نهضروش على الفاست فود، نهضروا على لي ريستو، على لي ريستورون. كي تاكلي حاجه دائما تلقاي فيها هذاك تلقاي ان مونك، تقولي تاكليها مانيش غلطه ولا راني غلطه، انت ثاني تصرا لك صح سي فري وي تلقى يعني حتى تاكلي حاجه تقولي وين راهي هذيك البنه، حتى ويكون في الاكل التقليدي الجزائري كاينه حاجه سبيسيال. ايوه تحسي واحد الذوق ناقص الماكله تاع برا. وشنو هو السر يعني السر؟ شوفي في الريستورون دائما الكميات الكبيره، حتى اللي يخدموا برك اللي يخدموا على كارت سي اوتر شوز، يعني يتبدل راح يخدم لك على كارت. وعلاش الله في العرس كي يطيبوا يطيبوا ان غون كونتيتي وتالي يجي فيها البنه؟ هذيك راجعه للكميه اللحم اللي يحطوها في الاطباق، كميه الدهون، كميه يعني طبخ الافراح حاجه واحده اخرى، يعني سي ديفيرون على كبيره وفيه الفرح. كاين حاجه اللي بزاف ناس ما يعرفوهاش، ماكلة العزاء وماكلة الفرح تختلف، الأكل يتأثر، الماء يتأثر، كل حاجة تتأثر، كل حاجة يعني نديروا فيها الفرح والطاقة الإيجابية. هذيك الطاقة الإيجابية راح تروح في هذيك الماكلة والماء، وراح نقدموا أطباق الفرح في الفرح.